يا صباح الخير اكساندرا، يا صباح الخير ابراهيم. بعدت عن المي الساخنه من حمه الشؤون الشماليه. شو بعدنا فتنا على الساونا الان يا ابراهيم؟ لا هي بتشايف العرق يعني على طول، درجه حراره هون عاليه جدا وبعدين مضغوطه وفيها يعني بتعرفوا عناصرها كثيره وخاصه الكبريت يعني، والكبريت له رائحه احيانا شوي مزعجه الى حد ما. لكن من نصبح مباشره على غازي سميرات وهو من ابناء المنطقه، وكان المفروض يكون معنا طبيب مختص ب يعني السلاح العلاجيه وفوائد المياه المعدنيه، لكن الظروف خاصه اضطر انه غادر. من نصبح على غازي نقول لك صباح الخير استاذ غازي، الله يعطيكم العافيه، وانت من ابناء المنطقه، يعني بدايه كيف هاي المنطقه؟ بشو بتتمتع؟ كيف السائح بده يجي لعندكم ويكون مبسوط؟ صباح الخير وصباح الوطن الجميل. بنصبح على سيدنا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني حفظه الله ورعاه، بنسبح على أبناء الوطن الشعب الأردني، ونشكر التلفزيون الأردني على هذه الزيارة الكريمة إلى هذه المنطقة، كون هذه المنطقة منطقة سياحية، والحمة الشوني المعدنية من الحمات المعروفة في الوطن أو على مستوى الوطن العربي لما لها من أهمية سياحية، فهي تعالج الكثير من الأمراض الجلدية وتعالج الكثير من أمراض الروماتيزيوم. وهناك عندنا برك سباحة يعني من أفضل البرك الموجودة ويوجد منقذين، ونشجع الأخوة المواطنين الأردنيين على القدوم إلى هذه المنطقة، لأن منطقة الشون الشمالية فيها جمال، جمال لا يعلمه إلا الله، فيها المناظر الخلابة وفيها العلاج الطبيعي، فيها خيرات الأردن موجودة داخل الشون الشمالية. نرحب بالجميع ونقول لهم أهلا وسهلا، حياكم الله. سميرات لا شك يعني جمال الطبيعة، من ناحية لما تنزل بتشوف البيارات يعني الحمضيات ما شاء الله تفتح النفس، كمان أيضا الخضروات موجودة هون، هاي سياحة دينية موجودة، مقامات الصحابة، وأيضا السياحة العلاجية يعني مياه معدنية، أينما ذهبت في مياه معدنية. نعم صحيح، نعم صحيح. وأهم شيء كمان عندنا بفضل الله الوجه الحسن من أبناء المنطقة لاستقبال السائح، يلاقي أحسن استقبال وأحسن يعني مكان وإقامة يليق بزيارته. أهلا وسهلا بالجميع، نرحب بهم في أي وقت. يعني الآن إحنا نحكي عن فوائد المياه المعدنية، وأنت يا مجوز مش مطلع على يعني شو خصائص يعني المياه المعدنية، لكن فيها كثير من العناصر، وهي العناصر هي اللي فيها فائدة للجسد. نعم، من أهم العلاجات اللي بتعالجها اللي أمراض الروماتيزم، يعني قاعدين كثير بيجوا عندنا ختيارية كبار بالسن، آلام في الرجلين، آلام في الظهر، بقعد يومين وثلاثة هون عندنا في الحمى، لأنه في منامات في منتجعات آمنة وفي منتجعات صحية، يعني بقعد يومين ثلاثة بيطلع ما شاء الله عليه بصحة جيدة. برضو تعالج له الأمراض الجلدية، لأي حبوب أي أمراض جلدية ظاهرة متعالجة هاي المياه المعدنية، تحتوي على مواد كبريتية عالية جدا. شكرا أستاذ غازي السميرات، نقول لك الله يعطيكم العافية. يعني الأجواء يعني أكساندرا وإبراهيم فعلا يعني أجواء حارة لدرجة أنه صعب الواحد يضل يعني بمكان زي هيك لفترة طويلة، لأنه درجة الحرارة مرتفعة، درجة حرارة المياه والمياه المعدنية هذه هي خصائصها. فمنصبح عليكم من حمة الشؤون الشمالية، ونقول صباح الوطن الجميل.